السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شهيوات أمينة. إن شاء الله اليوم غنوجد معكم مسمن معمر بالكفتة والفرماج، تيجي جي جديد بزاف. اللي باقي ما تابوناش معايا يدير سابوني ولايك باش يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله. دابا ندوزو المقادير. العجينة كنحتاجو 300 غرام ديال الفورص، 150 غرام ديال الفينو، جوج معالق ديال الزيت، قبيصة الملحة، وبالطبع الماء دافي باش نعجنو. نتلاقاو من بعد ما نجمع المقادير وندير العجينة ان شاء الله. نتلاقاو من بعد ما عجننا العجينة مزيان، العجين ديالنا عجننا مزيان، دلكناه مزيان، كيجي رطب كنغطيوه وكنخليوه يرتاح على ما نوجدو لافارس. لافارس ديالنا كنحتاجو ليها بصلة مشلضة، 300 غرام ديال الكفتة، كورجيت قرعة محكوكة هي كما كتشوفوها، العطرية ديالنا اللي كنحتاجو الثومة، الملحة، التحميرة، الخرقوم، شوية البزار، واحد الدمة البنة، والقزبر، وغنحتاجو الفرماج كاري ديال الساندويتش. طبعا هذا الشيء كيتشحر كل بزويته عاديه فوق النار. من بعد كنديروا البصله ديالنا كتشحر حتى كتنزل، تشحر مزيان حتى كتنزل البصله ديالنا كتشحر مزيان. كنزيدوا لها الثومه تشحر معاها، كنطلع عليها شي دقائق، كنزيدو من بعد كنزيدو الكفتة وكنخليوها حتى يتشحر مزيان، من بعد عاد كنزيدو الباقي ديال المقادير. من بعد ما تشحرات الكفتة مع البصلة مزيان، كما كتشوفو زدنا الكورجيت وزدت معاهم الدمة البنة اللي كانت عندنا باش تذوب مزيان وتشحر معاه. دابا غنزيدو العطرية تاعنا كلها، الربيع من الأحسن يخليه الواحد حتى اللخر، عاد زيدوها البنات حيت كيكون كيعطي المذاق أحسن إلا بقى حتى اللخر. هذه الوصفة كتعجب الدراري الصغار بزاف بزاف بزاف، كيحماقو عليها وليداتي، الخطة الكبر وليدها عندي كتعجبو بزاف، وإن شاء الله حتى نتوما تعجبكم. من بعد ما تشحرات الخضيرة ديالنا والكفتة ديالنا مزيان، هي غير كورجيت نسمع الخضيرة، هي غير كورجيت اللي درنا، مدرناش بزاف ديال الخضيرة، يعني غير كورجيت. كاين اللي كيبغي يزيد معاها خبز محكوك، يزيد معاه الشو المكور، كيجي حتى هو لذيذ، فلفلة بالألوان حتى هي كتجي لذيذة معاه، لكن أنا خديت ندير غير الكورجيت. دابا غنزيدو الربع ديالنا، من بعد ما قطعنا العجينة ديالنا ارتاحات، لافارس ديالنا صيبناها هي بردات مزيان، خاصها تدخل ليها تبرد مزيان. دابا غنعمرو المسمنات ديالنا وغتشوفوني كغندير ليهم. كنسرحو العجينة ديالنا مزيان، كنورقوها غير بزويته، كنسرحوها مزيان، كنحطو فيها واحد الشريحة ديال الفرماج ديال الساندويتش، كنزيدو ليها شوية د لافارس، منكتروش بزاف حيت غيطيبو غير في المقلة، كما كتشوفو معايا. وكما كتليكم هاد لافارس يمكن تزيدو فيها اي حاجه كتفضلوا، كدير تقدروا ديروا اي فارس كتعجبكم، تقدروا ديروا الفارس بالدجاج، تقدروا ديروا الفارس باللحوت، تقدروا ديروا غير بالطون، غير بالخضيره بوحدها مع الف. كنديروا كما قلت لك كنورقوها مزيان شويه الزيت، العجينه كتكون مرخيه اصلا، ولات كتسرح بسهوله كما كتلاحظوا، كتكون ان شاء الله اذا كتكون مسرحه مزيان. كنديروا فيها كما قلت لكم شريحه ديال الفرماج،
السكر من الساندويتش معروف، وكنديروا فيها لافارس. القياس ديال الفارس اللي كنقدوه كنطويو على قدر ديال الفرماج، ما كنطويوهاش الشكل ديال المسمن ديالنا عادي، حيت العجينه رقيقه لا ما غاديش تجينا غليظه في الطياب. نكملو مع واحده اخرى، ندير واحده اخرى قدامكم. كنسرحو العجينه ديالنا، شريحة ديال الفرماج، ملعقة ديال لافارس ديالنا، كنحاولو نديروها فوق الفرماج باش ما تخرجش في الاخر، غتقب لينا العجينة الا خرجت، ما خصهاش تخرج باش ما تقبش لينا العجينة، وكنديرو غير القياس. طويو طوية العادي ديال المسمن عادي، كتحطيها جانبا، نصيب معكم باقي واحدة اخرى باش تستفدو مزيان. انا هكايا كنفضل نفسر باش، حيت كاينين الناس، كاينين البنات يلا كيتعلموا الطبخ، يلا كيبغوا يوجدوا شي هوات، يديروا شي حاجه، سيرتو البنات الصغار اللي مقبلات على الزواج كتبغي تعلم. دابا اليوتيوب تبارك الله لا فيه كل شيء اللي بغيتيها فيه، كما كتشوفوا زيد واحد شويه، كما كتشوفوا نفس الطريقه الاولى كنديروها في هذه، وهكذا كنستمروا حتى كنكملوا كاع الكويرات اللي عندنا، وعلى ما تكمل لينا لافارس. من بعد ما عمرناهم كاملين المسمنات ديالنا هما موجودين، دابا غنبداو نطيبو. غندير الاولى كنطرقو غير بشويه هكا، المقله ديالنا كنرشوها بالزيت، باردة شوية نزرب عليها، نستمر كنطيبو معها حتى المقلة ديالنا تقيلة على عافية، ما تكونش مجهدة بزاف، انا هادي لها غير عافية صغيرة باش يطيبو مزيان، وغنتلاقاو ان شاء الله مع الطبق في الاخر. من بعد حبيباتي البنات ها هو المسمن ديالنا كيجا، كيجي زوين خفيف، واخا كيبان لكم هكايا راه لذيذ جدا، لافارس لذيذة جدا زوينة بزاف، ان شاء الله نتمنى تعجبكم لا غوسيط، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى. شكرا.